السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 3 يناير 2024، بداية من مؤشر الدولار الأمريكي ومواصلة للتوقعات الإيجابية على مدار تداولات الأسبوع. وصل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعه إلى المستويات 102.77 بعد ارتداده من منطقة الديسكاونت زون باستخدام استراتيجية الـ SMC، ومن المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه إلى نطاق المقاومة التالي عند مستويات 104.25، وتلك المستويات هي التي ستحدد ما إذا كان الدولار سيواصل ارتفاعه أم أنه سينعكس من تلك المستويات. وأيضا الأسواق تترقب اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة تأتي على رأسها نتائج اجتماع أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ستوضح توجهات ونظرة الأعضاء حول الاقتصاد الأمريكي. من المتوقع أن لا نشهد تقلبات قوية في أعقاب صدور النتائج، ولكنها ستكون مهمة جدا في تحديد ما إذا كان الفيدرال الأمريكي سيقوم بخفض معدلات الفائدة في شهر مارس مقبل أم لا. أيضا الأسواق تترقب في الساعة 3 مساء بتوقيت جرينيتش صدور بيانات مؤشر مدير المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع لمؤشر الدولار في حال جاءت القراءة أعلى من التوقعات التي تشير إلى قراءة قدرها 47.2 من 10. ومن المتوقع أيضا أن نشهد استمرار لتراجع اليورو دولار إلى مستويات الدعم التالية عند مستويات 1.0890، وذلك بعد كسر خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الساعة. أي عمليات بيع على المدى القصير وعلى مدار تداولات اليوم يجب أن تتم بوقف خسارة عند مستويات 970. وانتقالا إلى تداولات الاسترليني دولار، ننتظر إغلاق على 4 ساعات أسفل المتوسط المتحرك 200، والذي سيدعم النظرة البيعية بمواصلة الهبوط إلى مستويات 1.25، وأي إغلاق أسفل المتوسط المتحرك ستكون فرصة للبيع مع الحرص على وضع أوامر رفع خسارة عند المستويات 1.2670. ومواصلة لتوقعات الدولار ين، واصل الدولار ين ارتفاعه غير متوقع ليعيد اختبار خط الاتجاه الهابط على الإطار الزمني الساعة. من المتوقع أن نشهد هبوط للدولار ين في حال تكون قمة أسفل خط الاتجاه. ما لم تتكون قمة أسفل خط الاتجاه فإن الارتفاع قد يواصل إلى مستويات 143.85، ولذلك يجب مراقبة الدولار ين على الإطار الزمني الساعة. في حال الاختراق سيتم مواصلة الارتفاع، أما في حال تكون قمة من المتوقع أن يعاود الدولار ين تراجعه إلى مستويات 141.43. ومع ارتفاع الدولار الأمريكي سجل الذهب هبوط إلى مستويات 2050 دولار لأونصة. تلك المستويات تمثل دعم قوي لتداولات أسعار الذهب، ولكن مع النظرة الشرائية للدولار على المدى القصير من المتوقع أن يتم كسر تلك المستويات، وقد يواصل الذهب تراجعه إلى مستويات الدعم التالية 2030 وتليها مستويات 2017 في حال كسر هذا المستوى. وأخيرا بالنسبة لأسعار النفط، من المتوقع أن يواصل النفط تراجعه إلى مستويات 68.40، وقد حقق النفط التوقعات السلبية التي تم الإشارة إليها بالأمس، وذلك بعد فشله في اختراق مستويات 73.70 دولار للبرميل. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.